اي حتى شي حاجه ما طيبه، كل شي خضر، وكيتحضروا في دقائق. يعني يكفي يكون عندك المكونات في البيت وغادي تحضروهم في دقائق. خليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير والطريقه. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وخليكم حتى الاخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وفاء من ديليس باي وفاء. كنتمنى كلكم تكونوا بألف ألف خير. اليوم جيت باش نشارك معكم هاد لينيم اللي كيجيو بمذاق رائع رائع بزاف، وكيجيو لذاد وساهلين، وكيتحضروا في وقت قصير بزاف. وشاركت معكم هاد المقتطفات من لا كوموند اللي كنت مكوموندي ليا السيدة مع هاد لينيم. كانوا عندي لي كريب ولي كيك ولي بلاطو سواغي كان في الثلاجة ما صورتوش، وبانيني. كما كتشوفوا معايا هاد لينيم كيجيو غزالين ولذادين. كانوا عندي ديال الكروفيت وديال الكفتة ديال الدجاج. غادي نبداو في المقادير على بركة الله. شنو درت في هاد البريوات؟ اول شيء عندي الكفتة، كل واحد غادي ياخد الكمية اللي مناسبة وعلى حسب عدد ديال الافراد اللي غادي يدير. انا تما عندي 400 غرام، ماشي لداري. راك شفتوني في اول فيديو قدمتها لكم بانه كان عندي واحد لاكوموند. عندي جوج خيزوات وعندي درس ديال التومة، يعني غير راس واحد الا كان كبير. انا عندي هادوك صغيرين، درت ثلاثة، واحد البصيلة وواحد كنورة ديال دجاج، ابزار ومليحه. وهذيك اللي وريتكم راها العطريه ديال الشينوا، كتباع عند العطار. وخديت الشامبينيو ورقدته في الماء، يعني قياس 150 غرام، وواحد البيضه وشعريه شينوا حتى هي رقدتها في المطايب. وعندي هاد لا مارك ديما كتقولوا لي اش من شعريه كتخدمي بها، كنخدم بهادي ديال الروز دائما. واستخدمت انا جوج منهم، يعني هذيك الباكيه الفوقاني ديالها نص ديال هذيك الباكيه، واحد شويه ديال الصوجه وواحد شويه ديال النوكمان. النوكمان هو راه يمكن لكم ديروه ويمكن لكم ما ديروش، ولكن راه الا شريتوه كيدير واقيلا 420 ولا مع 460، مهم بحال هكا. ولكن راه كيبقى عندكم واحد المدة طويلة، يمكن لكم تبقاو تستخدموه بزاف، كديروا منه غير قطرات. خليكم مع الطريقة. غادي ندوز نقطع البصلة رقيق وشامبينيو، وغادي نحك هذاك خيزو ونحك دوك الريوز التومة باش نخلط العناصر مع بعضياتهم، وديك الساعة ندير العطرية. مهم خليكم كل شيء في الفيديو ومشروح. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. هانتوما معايا حتى الآخر.
معايا؟ يعني حاولت نخلط دوك العناصر مع بعضياتهم مزيان، ديك الكفتة وداك العطرية كل شيء يدخل في بعضياته باش كتذوب حتى هذيك الكنورة. ومن بعد كنخليهم كيرتاحوا شوية على جنب باش ديك العطرية تدخل في بعضياتهم. المهم هذوك اللي كانوا محطوطين على جنب كانت لينيم او كروفيت، يعني بحالهم نفس الطريقة، غير هذاك ما فيش خيزو ويمكن لكم ديروه. المهم هنايا خلطت هذاك الخليط اللي كنسد به، اللي درت معايا القا ديال الطحين وشويه ديال الماء، وغادي نبقى نسد به. فرشت الورقه اللي عندي باش نبدا نطوي كما كتشوفوا معايا. تبعوا معايا الطريقه، غادي نديرهم انا صيغار لانهم عندي هاد اللي يعني خصهم يخرجوا بحال هكا، وكنقطعهم اون دو ملي كيطيبوا. المهم كل شيء راه في الفيديو، حاولت نشارك معكم من الاول حتى الاخر وكيفاش طويتهم وشنو درت فيهم. راهم كيجيو غزالين بزاف وكيجيو لذادين وكل شيء كيطيب. يعني يمكن لكم تطيبوهم في الفران ودهنوهم بشويه الزيت وتدخلوهم تطيبوهم في الفران، ويمكن لكم تقليهم في الزيت عادي. يعني اي اللي ما كيبغيش الزيت يدخلهم الفران ويدير، يمكن لكم ديروا حتى الزبده، دهنوهم بالزبده وتدخلهم الفران، غير الزيت كيجيبهم مقرمشين في الفران، ويعني دهنهم بالشيتا ودخلهم الفران راهم كيجيو زوينين. انا هنايا غادي نقليهم لان ما كان ما بقاش ليا الوقت بزاف باش غادي نبقى نتسنى فيهم حتى يطيبوا ليا في الفران، خصني لا كوموند تخرج مع 12 في الوقت ديالها. المهم كما كتشوفوا معايا كنطوي بهذه الطريقه، وغادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كاع لينا من اللي عندي، وغادي نكمل حتى ديال الكروفيت، وغادي ندوز باش غادي نبدا نقليهم. على بركه الله، خليكم مع الفيديو وسمحوا لي الا طولت عليكم في الهضره. المهم كنحاول غير نشرح لكم شنو درت وشنو كاين. وما تنساوش البنات الا بغيتو تشتركوا معايا في الانستغرام، كنحط فيه يوميا. اللي بغى يكون متابع ليا علاش لا، راه غادي خليت لكم في اول الفيديو الانستغرام ديالي راه حطيته لكم. هكا كيجيو هاد السيجار ساهلين وكيتحضروا في وقت وجيز. هنايا غادي نكون كملت ديال الدجاج، وغادي ندير ديال الكفته حتى هما، غادي ندوز باش نقليهم. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. هنا كما كتشوفوا معايا كانوا هادو قليتهم نص قليه، يعني قليتهم نص قليه، وعاد غادي ندوز باش نكمل القلي. هادو مقليين كاملين، كنسخن الزيت وكنحطهم فيهم. المهم هادو راه مقليين، يعني غادي نقطعهم لكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل، وراه كل شيء كيكون طايب، يعني ما تخافوا من حتى شي حاجه. هانتوما معايا غادي تشوفوا هادو اللي مقليين نص قليه، غادي هادو بدات كتقلي ماما ديال الكروفيت. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كل شيء. كما كتشوفوا معايا هنايا راه مقليين زعما وكل شيء طايب، الكفته اللي كندير خضره شامبينيو خيزو كلشي كيكون طايب. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال لينام، كيجيو كيشهيو وغزالين، كترافقهم بالصوجة او لا بصوص حارة، كيجيو بزيانين وزوينين بزاف. مهم بقيت كنقول لكم كيجيو زوينين، ولكن راهم فريمون كيستحقوا انكم تجربوهم لانهم كيجيو لذادين، وبزاف الناس كيدوقوهم وكيبقاو يكومونديهم ليا. هذا هو اللي كاين، وهذا هو اخر الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على التتبع ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.